خصوص الأستاذ المهندس المعماردة نادية حبش. ويعني القليل من الكثير تحدثت بالسيرة الذاتية المتعلقة بها. مباشرة نذهب لنستمع وإياكم ولنبارك بداية للبشمهندسة نادية حبش باعتمادها وانضمامها لقائمة أكثر من 50 مهندسا معماريا مؤثرا من الشرق الأوسط للعام 2019. صباح الخير أستاذة نادية. صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا بك ومبارك هذا الاعتماد وهذا الانضمام، بالتأكيد هو فخر لفلسطين ولكل النساء الفلسطينيات. يعني بداية، ماذا يعني اعتمادك وانضمامك لقائمة أكثر من 50 مهندسا معماريا مؤثرا من الشرق الأوسط من قبل مجلة ميدل إيست؟ هو في الواقع يعني هو نوع من إبراز وتقدير لعمل هؤلاء المعماريين، بمعنى أنه هناك من يقيم أثر عملهم سواء فيما يتعلق بالإنجاز على الصعيد المعماري أو الأثر على المجتمع، وبالتالي يعني هاي الجائزة بتعني لي مزيد من المسؤولية ومزيد من العمل. نعم. طب يعني كيف بالإمكان بصراحة أن تؤثر إيجابا على المستوى المهني العملي، وكيف بالإمكان أن تنعكس على الأداء؟ قصدك الجائزة أو الورود؟ صحيح يعني صحيح. هو بالتأكيد أول نقطة هي تعريف المجتمع والمجتمع المعماري تحديدا بأعمال هذا الشخص. يعني أنت بتعرف القائمة هاي بتضم معماريين من مناطق مختلفة ومن دول مختلفة، فهذه فرصة أنه يصير الاطلاع على أعمالهم، يصير الاطلاع على أفكارهم، يصير الاطلاع على مساهماتهم في تنمية المجتمع تبعهم وفي تنمية قطاع العمارة بالتحديد. يعني نعم. طيب يعني إذا بدنا نتحدث على المستوى العملي لفلسطين، حضرتك كنت قد تركت بصمة واضحة بصراحة في عملية سواء كانت الترميم للأماكن الأثرية في فلسطين أو حتى يعني المشاركة في العملية المعمارية. من ضمن الأمور التي كنا قد ذكرناها قبل قليل قصور عرابة ومناطق أخرى البلدات القديمة في فلسطين، يعني مزيد من المشاكل والرؤى المستقبلية المتعلقة بالتصاميم المعمارية من خلال تبادل الخبرات، كيف بالإمكان بصراحة أي يوسع المدارك ويصقلها أكثر إذا كان هنالك مشاركة للخبرات المتبادلة مع مهندسين ومعماريين على مستوى العالم؟ طبعا تبادل الآراء وتبادل الخبرات هذا شيء مهم كثير. يعني العزلة هي مقتل في جميع التخصصات. يعني يعني إحنا كفلسطينيين هون انفرضت علينا عزلة عن العالم. يعني أنا شخصيا منعت من مغادرة الوطن يعني من السفر 29 سنة. يعني أنا إلي بس سنتين مسموح لي أتحرك، فهاي العزلة قاتلة. هاي العزلة أكيد بتحد من التطور المهني لأي شخص، ولكن حاليا تطور التكنولوجيا وسائل التواصل المختلفة، وجود الإنترنت ساعدت في التواصل ما بين سواء ذوي الاختصاص أو ما بين الناس بشكل عام أو الاطلاع على أعمال الغير بسهولة أكثر. يعني قبل كان ضرورة وجودك ماديا يعني في مكان حتى انت تقدر تشارك. نعم. حاليا بتقدر انت تشارك عبر سكايب، عبر الانترنت، عبر هذا. يعني ما عادش الانغلاق زي السابق فيما لو تم تحديد حركة اي شخص او تحديد يعني مشاركاته. فزي ما قلت الانفتاح هذا مهم، تبادل الخبرات مهم، والأهم أصلا يصير هذا الحكي على الصعيد المحلي. إحنا في نفس البلد ومش كتير أو بالأحرى غير كافي تبادل الخبرات بيننا هنا
ومحاولة نشر المعرفة ومحاولة يعني المشاركة بمسؤولية عالية في مثلا تطوير الأنظمة والقوانين، في التأثير على السوق. لأنه إحنا العمل المعماري هو ليس فقط ترميم يعني، هو أشمل من ذلك. صحيح، نعم. وبالتالي هو كتير بدخل في التنمية المجتمعية، لأنه هو يتعلق في مجالات الحياة المختلفة، المجال الصحي، المجال التعليمي، المجال صحيح. الترفيهي، كل المجالات. وحتى أنه يعكس ثقافة وحضارة هذا المجتمع، كما يعني سابقا كان هنالك لمسات بصراحة لمهندسين ومهندسات على مستوى العالم بالتأكيد، من ضمنهم زها حديد التي لن ننساها، وننسى البصمات الرائعة على مستوى العالم في أوروبا، كان لها الكثير والكثير، ونأمل بالتأكيد أن يكون دائما وأبدا، ونفخر بهذه الأمثلة والنماذج الرائعة كالأستاذة نادية حبش التي تم بالفعل اعتمادها، إضافة إلى كما ذكرت مسبقا حصولها على الكثير من الجوائز التي تتعلق بمجال الهندسة المعمارية، وحتى على المستوى التعليمي لها بصمة واضحة في هذا المجال. إجمالا المهندسة نادية حبش، نتمنى لك المزيد من النجاح والتألق والألق في عالم المعمارية والتخطيط والكثير من النماذج الرائعة، إن شاء الله ليشار لها في بالبنان في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.